أصدقائي أهلا وسهلا فيكم بقناة بوشي تي في. قبل ما بلش لكم فيديو اليوم بدي أذكركم لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس واعملوا لي لايك للفيديو وانشروا بين رفقاتكم. رح نحكي عن أبرز الأحداث اللي رح تصير بمسلسل عروس بيروت الحلقة 59 الموسم الثاني. مساعدة فارس بتتصل بهادي وبتخبره أنه فارس عم يدعوون لتناول العشاء مع آدم، وهون هادي بيتضايق لأنه فارس ما اتصل فيه شخصياً وبيطلب منه أنه تبلغ فارس أنه لن يأتي. ليلى بتزور داليا عند خالتها وبتحدثها نايا أنه وافقت على الانفصال عن خليل وأنه فينا تشوف الطفلة متى شاءت وكذلك والدها، وهون نايا بتبلش تتمسكن أمامه وبتتظاهر بالبكاء وبتروح على غرفتها وبتجلس خالتها مع ليلى وبيحكوا حول الأمر، وبتقول ليلى أنه هي لأول مرة ما كانت بدها تتدخل بالأمر، وبيتذكروا الاثنين كيف كانت الأمور عندما تزوج نايا وخليل. منال وشقيقة بيعودوا للمنزل وبعد خروجه بتحكي والدتها انه ما حدث اي شيء مع اخيها حتى الان، وانهم هلا هن ما بيتحملوا انه يوقفوا قدام السجون او تيجي الشرطة لاخذه، فبترد منال ليش رح تيجي الشرطة، ما رح يصير اي شيء لا تخافي، وبتسألها كيف خطر ببالك انه تستدعي عندك على بيروت، فبترد ما في شيء مهم، واثناء ذلك بتصل فيها خليل وبتجد فرصة للحديث معه وبيخبره انه وصل للجنوب وعليها انه تحدد مكان لتلتقي به وإلا رح يجي لبيتها، فبتحدد له مكان تلتقي فيه. ثريا بتيجي للصالة فبتلاقي أمير عم يتزمر من واجباته، فبتسأله شو اللي عم يزعجك، فبيخبرها أنه المعلم حدد لهم مشروع يقوموا فيه وأنه كتير صعب، وهون ثريا بتعرض عليه المساعدة وهو بيرحب بذلك كثيرا. فارس بيعود للمنزل وبيسأل ثريا عن لقاءها مع سارة وأنه يبدو أنه كان صعب، فبترد عليه نعم لقد مسحتني من حياتها. منال بتلتقي مع خليل وبتسأله كيف استطاعت انه تتركه وترحل وشو اللي فعلته مع نايا كي تتركه، فبترد عليه انه ليس لنايا اي علاقة بالامر، وانه مساعدة فارس هي التقت فيها واخبرتها كيف انه الناس رح يحكوا عنا انها خطفت رجل من زوجته وابنته والكلام السيء اللي رح يطاله بالمنطقة كلها، فبيضحك خليل انه شيء عادي يمكن تجاوزه، وبتبدأ منال بتحدثه عن تفاصيل زواجها السابق وانه الامر لساته عالق بشخصيته وبيتحدثوا كتير مع بعض. فارس بيعود للمنزل وبيحكي مع ثريا وبتبدأ بتعيد الكلام اللي قالت له لسارة انه فعلا حياتها توقفت من انه تزوجت بفارس، بتحاسبه على هذا الكلام وبتناقشه بحدة، بيحاول فارس انه يهدئها ويأجل الكلام لحين اخر لكنها بتصر عليه انه تحكي معه. نايا بتشعر بالارتباك والتوتر هي وخالتها لانه نور ارتفعت حرارتها. عادل وليلى بيصلوا للفندق لكن الحجز بيكون لغرفة واحدة، فهون بينصدم الاثنين، ما بتوفر أي غرف أخرى بالفندق وما فينهم أنه يجدوا بالفنادق المجاورة لأنه الوقت قد تأخر للحجز، فبيخبر عادل أنه ما في مشكلة بهذا الشيء خلينا ناخدها، فهون ليلى بتنصدم من الأمر. داليا بترسم خطة لتجمع بين سارة وثريا حتى تصلح ما بينهم.